عام 2020 كان عاماً علمياً بامتياز. هذا استعراض بأهم الأحداث العلمية في 2020. فقد وضع 2020 العلم في اختبار كبير من أجل مكافحة وباء انتشر حول العالم. ورغم نقاء أجواء المدن بسبب إجراءات الإغلاق، إلا أن ظاهرة التغير المناخي ما زالت في تسارع. في عالم الفضاء دخلنا مرحلة جديدة بعد إرسال أول رحلة بسفينة فضاء صنعتها شركة خاصة. وقد أدت اكتشافات حول كوكب الزهرة إلى الاعتقاد بأنه قد تكون هناك آثار للحياة. وشهد 2020 رحلة استكشافية لأكثر نقطة نائية على كوكب الأرض لدراسة ذوبان الجليد في القطب الجنوبي. ومع نهاية العام استقبلنا أنباء لقاح فيروس كورونا ويحدون الأمل من انتهاء الوباء قريباً. مهمة خاصة لوكالة ناسا الفضائية. رائد الفضاء هذان سوف يستخدمان سفينة فضاء صنعتها شركة سبيس إكس. وبوصول رائدي الفضاء إلى محطة الفضاء الدولية على متن رحلة خاصة، فإن ذلك سيفتح آفاقاً جديدة في عالم الفضاء. في مجال الفضاء أيضاً تمكنت سفينة الفضاء سولار أوربيتر من التقاط أقرب صور للشمس. هذه أيضاً كانت لحظة هبوط مسبار الفضاء على جرم فضائي يبعد 300 مليون كيلومتر عن الأرض. ونحن الآن في انتظار العينة التي حصل عليها المسبار عندما يعود إلى الأرض. الصين تمكنت من إرسال مسبار فضاء إلى القمر لتصبح قوة عظمى في مجال غزو الفضاء. خلال 2020 تم إرسال مهمات فضاء إلى المريخ من جانب الولايات المتحدة والصين بل والإمارات العربية المتحدة. في 20 من يوليو وقبل 51 عاماً تمكن الإنسان من الهبوط على القمر. هذا التاريخ يمثل تحولاً وتغييراً بالنسبة لنا. أتمنى أن يشجع ذلك الأجيال الجديدة على التفكير بطريقة مختلفة. سفينة الفضاء تسمى الأمل، وسوف تدرس مناخ المريخ، وهو أمر يتوق إليه العلماء. الإغلاق الذي شهدته المدن كان له تأثير سلبي على الكثيرين، لكنه كان له تأثير إيجابي على انبعاثات الكربون. العالم تغير، الطرق فارغة، الطائرات لا تطير، الطلب على الكهرباء انخفض كثيراً، المعالم لم يعد بها الكثير من الزوار. تأثير ذلك كان كبيراً. ومع ذلك كانت هناك أحداث سلبية، من بينها إلغاء مؤتمر المناخ في غلاسكو وخروج الولايات المتحدة من اتفاقية المناخ. لكن الرئيس المنتخب جو بايدن تعهد بإعادة بلاده إلى الاتفاقية. لكن العالم يحتاج بعد انتهاء أزمة كورونا إلى العودة إلى الطاقة النظيفة. رغم أنها كانت سنة صعبة، إلا أنها شهدت أيضاً كثير من الجوانب الإيجابية. فقد زادت أعداد البطريق بسبب توفر كميات أكبر من الغذاء لها. وقد تم اكتشاف جدار كبير من الشعاب المرجانية في استراليا يزيد طوله عن 500 متر. كما توقع العلماء وجود نحو 10,000 من الحيتان الزرقاء قرب القارة القطبية الجنوبية بعد أن ظنوا أن تلك الحيتان على وشك الانقراض.
شهد 2020 أكبر رحلة استكشافية للقارة القطبية الجنوبية لمعرفة مدى سرعة ذوبان الجليد هناك، وبالتالي مستقبل مساحة اليابسة في العالم. الخطورة تهدد المحيطات والأرض والحشرات والنباتات الغريبة. الحياة على الأرض تنقرض شيئا فشيئا، والأمم المتحدة تحذر من العواقب. تفشي وباء كورونا ساعد على ظهور الكثير من الابتكارات في المجال التقني. هذه روبوتات تم استخدامها في مطار هيثرو في لندن لتنظيف المطار أثناء إغلاقه بالليل باستخدام أشعة فوق بنفسجية. العلماء أيضاً حللوا مياه الصرف الصحي للتحذير المبكر من إمكانية حدوث تفشٍ لفيروس كورونا. وفي فلورنسا في إيطاليا ارتدى زوار هذه الكاتدرائية تلك الأجهزة الصغيرة لتساعد على التباعد الاجتماعي، فإذا اقتربوا من شخص آخر تحدث صوتاً. اللاجئون حول العالم عانوا كثيراً خلال هذا العام، إلا أن يد العلماء خففت كثيراً من هذه المعاناة. في 2020 وفي مخيم اللاجئين هذا في الأردن ظهرت فكرة عبقرية مكنت اللاجئين من زراعة الكثير من مأكولاتهم باستخدام مراتب الأسرة المهملة، وقد كان وراء هذه الفكرة علماء من جامعة شيفيلد البريطانية. كان لديهم مخزن كامل مليء بمراتب السرائر ولم يعرفوا ماذا يفعلون بها. لقد رأيت مرة نبتة طماطم تنمو على كنبة قديمة في حقل للألغام. هكذا ينمو النبات في الإسفنج، حيث أنه يحتفظ بالماء بدلاً من فقدانه بسرعة. هذا درس يمكن أن يتعلمه العالم بأسره. من اللحظة الأولى لتفشي وباء كورونا في الصين والعلم يواجه اختباراً كبيراً، لكن العلماء سريعاً تمكنوا من فك الشفرة الوراثية للفيروس وطوروا اختبارات لمعرفة المصابين وكيف تستجيب أجهزة المناعة للفيروس. وتمكنت المستشفيات من استخدام ستيرويد ديكساميثازون لعلاج كورونا. لكن التوصل إلى اللقاحات هو الفتح الكبير. شركة فايزر بايونتيك طورت لقاحاً تبلغ فعاليته نحو 95% بعد الجرعة الثانية. بعدها ظهرت لقاحات أخرى، لكن توزيع اللقاحات ربما يكون أكبر تحدٍ يواجه البشرية. العلم كان في قلب تفكير العالم خلال 2020، وربما سيظل الأمر كذلك خلال العام المقبل مع استمرار أزمة وباء كورونا.